السلام عليكم ومرحبا بكم كامل. اليوم رانا راح نقراو لكم من الكتاب سوفينير دان اوفيسيي ديتا ماجور، ذكريات ضابط في قياده الاركان الفرنسيه. وثاني نقراو من البحث تاع محمد بن جبور. اليوم نتكلموا على قسنطينه وثاني على بعض العفايس اللي كانوا صراو في معاهده التفنى. المهم نبدأ من هذا الصفحة هذه، وين الكاتب هذا؟ الكاتب هذا اللي كان حاضر ثاني في معاهدة التفنى، والتي كانوا يديروا المحادثات بيجو والأمير عبد القادر. المهم يحكي لك بليك في شهر ماي كان الجنرال بيجو حاب يخلع الجزيرية بالبغال، يعني جاب البغال معاه وعباهم بالسلعة والعفايس، وكان حاسب باه يخوف الجزيرية بهم. وهذا البغال هذو كان رايح باه يمون تلمسان اللي كان حاصرها الأمير عبد القادر. وتزيريا كانوا قربعوا له 75 بغل في الأيام الثلاثة الأولى. وكما قلنا في نفس هذه المرحلة الأمير عبد القادر كان الفرنسيس كان قاتلهم بالشر والبق ما يزغلش، يعني ما قدروش يبوجوا. وكما في بعض المصادر كما قولوا كانوا يأكلوا الخبز أو القطوطة ثاني. كي كانت صرات هذيك معركة السقاق كان الفرنسيس حكموا له 150 سجين ولا محبسي للأمير عبد القادر، وكانوا بعثوهم لفرنسا، يعني حسب رواية الكاتب هذا. وكان الحق ثاني الجنرال بروسار للغرب الجزائري، يعني في هذا الجو كامل كان الحق الجنرال هذا للغرب الجزائري. وكانت وسط ثاني اليهودي بن دوران في فك الحصار على الفرنسيس. وين كان عبد القادر كان حاكمهم يعني من رقبة، بصح هذا بفضل هذا اليهودي والضغط ثاني اللي كان على الأمير عبد القادر من الأهالي ولا من القبائل اللي كانوا تابعين لهذا 150، كان بدأ يدير في المحادثات السرية هذه اللي كانت وصلت المعاهدة التافنة. وكان عبد القادر الأمير عبد القادر طلب لهم المحبسي هذو، والفرنسيس كانوا شرطوا عليه باه يفك الحصار على المشوار ولا التلمسان. والفرنسيس ثاني كانوا خلاوه باش يشري شويه بارود وشويه سلاح من وهران. وكان بن دوران اليهودي عمر جيبو يعني دار فيها افير. بيجو كان يعني متيقن باللي واش بقالو ما كانش قادر يمشي يهاجم القوات تاع الأمير عبد القادر. وبعد الهجوم اللي كان صرا على قسنطينة في 1836، وين كان الأمير عبد القادر كان حاسب بليك يربح من يربح في المعركة تاع قسنطينة كان راح يخرج هو ديما من فوق، بصح كما يقولوا خرجت له الدعوة ماشي كما كان حاسب. كي رجعوا الفرنسيس من قسنطينة هو ثم فاق بليك راهم رايحين يدوروا عليه، يعني هذا حسب ما نقل الكاتب هنري تشرشل، اللي كان ثاني بزاف كتب اللي تشير لهذا الموضوع. وكان له ثاني مشكل كما يقولوا ان النقل ولا لا لوجيستيك باه يدير الحملة ضد الأمير عبد القادر. المهم بعد الطريحة اللي كانوا داوها في قسنطينة
كان بيجو بعث للأمير عبد القادر وكان مستعد باه يتفاوض، بصح هو كان له في راسه السلم باه يتفرغ لقسنطينة. وهذا ثاني ذكره الباحث محمد بن جبور، وحسب ثاني ما صرحوا به بعض القيادات الفرنسية. وربما الأمير يعني تقول كان يدرك بالحقيقة، وبالصح هناك تضارب في الآراء. المهم من المواثيق تاع هذيك المعاهدة هو اعتراف أو عدم اعتراف عبد القادر بالسيادة الفرنسية، يعني هو كان اعترف في المنطقة اللي كان حاكمها هو برك، بالصح الفرنسيس حاولوا يخلطوا الأمور تاع هذه المعاهدة اللي كما يقول استخدموها كيما قدروا. والأمير عبد القادر كان ثاني استغل المعاهدة هذه للأغراض ديالو، باه يسقم روحه ويخضع الجماعة اللي كانت رافضة الحكم ديالو. المهم نوليو للبحث تاع محمد بن جبور. يحكي لك وين الأمير كان بعث له رسالة للسلطان تاع المغرب، بعثها له في جانفي، وين قال له وين يعني تخيلوا سلطان المغرب كان أدرك بالضعف الفرنسي. الأمير عبد القادر كان في قلب الميدان وكان عارف هذا ثاني بالصح. المهم سرع واش أسرع، وكما تشوفوا هنايا السلطان المغرب كان غير رايو، وكان يعني هو كان ضد المعاهدة، بالصح باش قبلها كان شرط بليك المعاهدة تشمل الجزائريين كامل ولا المسلمين كامل تاع هذاك الوقت. وشوفوا مليح، وهنا ألح عليه باه يدرج إقليم قسنطينة ضمن مناطق الانسحاب. وفي الأخير قال له يعني اللي يشوف اللي يقرأ البرية هذه كشغل، قال له ومن بعد دير انت واش تحب ولا دبر راسك. وحسب الباحث الثاني كان بعث له سلاح ودراهم باه يواصل القتال ولا الجهاد. المهم يعني الموضوع هذا كامل شوفوا هنا واش قال لك الباحث. انما يمكن استنتاجه من خلال رفض السلطان لمعاهدة التافنة ان هذا الرفض جاء نتيجة تخوفه من تنامي النزعة الاستقلالية لدى الامير عبد القادر، بالك بدعم من الفرنسيين، ثم خروج الامير من تبعيته، بالك ثاني. يعني هذا السيد سلطان المغرب يعني من كيف كتب الكاتب هذا كان محنك في السياسة، بصح يتبع عفايس كيما هذو. المهم بالك كما يقولوا في أشياء واقعية ولا بالك استنتاجات برك. وهناك سبب آخر جعل السلطان يرفض المعاهدة، وتمثل في إدراكه بأن الصلح سيؤدي حتما إلى ترسيخ فرنسا لوجودها بالجزائر. يعني تشوفوا هنايا الحين كان السياسية تاع الملك ولا سلطان المغرب، يعني هذا هو الواقع. وذلك هذا كان زمن واحد آخر، واليوم رانا في زمن واحد آخر، وانفراد قواتها بإقليم قسنطينة. يعني السيد هنا كان قرا العفسة تاع الفرنسيس من القدام وأخبر بها الأمير عبد القادر. المهم بما شالها صدر الصدر وعلى الإسلام. المهم هنا يعني كما يقولوا عفايس إملائية. ونجيو للصفحة السابعة هنا يعني تشوفوا، وقد أشار المولى عبد الرحمن كذلك حول هذا صح وأهميته، وأكد على ضرورة إدراج مدينة قسنطينة ضمن ممتلكاته، عندما قال كما هذا الصلح المشهور هو عقد على سير الأقطار المغربية والثغور،
فاجتهد في إدخال قسنطينة في شموله ليكون ذلك أتم السرور. المهم في هذا المعاهدة لا قسنطينة لا عنابة لا سيدي زكري. المهم يعني هذا بالك استنتاجي ورأيي ولي قرا بالك يلقى عفايس واحد عفايس واحد اخرين اهملا بها ما نطولوش عليكم. كان تلقى الامير عبد القادر والجنرال بيجو تحت الشجرة، وكان الامير عبد القادر راح ب 12,000 الى 15,000 جندي حسب المكتب هذا الضابط اللي كان حاضر في هذاك الاجتماع. او ليفكتيف ولا القوة تاع الجيش الفرنسي وقيل هذاك الوقت كانت شي 8,000 جندي الى ما غنتنيش الذاكرة. المهم تم اللقاء وكتب لك بلي بيجو كان يهدد في الامير عبد القادر بالقوة الفرنسية، وكان ثاني يحكي له كيفاه يعني الجزيرية الا ما حبوش يخضعوا للسلم، كان يوري له حب يوري له العين الكحلة كما يقولوا عبد القادر. وكان بيجو كان يحكي له باللي فرنسا راح تخدم الارض الجزيرية اللي ما راهيش مخدومة كما لازم، الارض هذيك اللي كانت اتوكل الشعب الفرنسي كامل، وجاي يحكي له بليك هذا الارض ماشي مخدومة كيما لازم. وحسب يعني الكاتب هذا ولا الضابط هذا كان بين بيجو كان يهدد ويرغب في نفس الوقت، وعبد القادر الامير عبد القادر كان يقول له الى حاب ربي ولا ان شاء الله، كل ما يقول له يرجع له ان شاء الله. ويحكي لك ثاني هو هذا القصة حكى تلقاوها في كتب في كتابات بزاف كان ذكرها تشرشل. كي خلص بيجو بالهضرة والزوخ ديالو والتهديدات، الامير عبد القادر كان قال له انا نعطيك تسريح به تحرق وتخرب كل ما راح راك رايح تلقى فطريق ديالك. المهم كان صرا الاتفاق، وقبل موافقة الملك الفرنسي ولا كي كانوا في المعاهدات كان بروسار هذا اعطى المساجين ولا سرح المحابسي هذوك للامير عبد القادر، كانوا قبضوه للجنرال بروسار هذا هو واليهودي دوران يحسبوا في الدراهم اللي كانوا داروا من هذا من هذو لي زافير كامل. المهم نتمنى اللي استفدتوا من هذه الحلقه، يعطيكم الصحه ونتلاقاو في ساعه الخير.